الحيطه معموله من محمود الرينجو وعبد الله الدخيل في الخطا القادم حسين سلمان داخل المنطقه فيها محاوله قائمه جول ما لها الا محمد سلمان ما لها الا محمد سلمان في الدقيقه التاسعه في الدقيقه التاسعه جات كره حسين سلمان ومن ثم محمد سلمان وضع له كره لا يترك بلا رقابة هذا اللاعب لا يترك بلا رقابة شوف معاي وضع له كرة في الشباك من دون أي مضايقة